مشاهدينا، تقرير من فلسطين عن التوأمة ما بين مدينة بيت لحم ومدينة مأدبة من الناحية القدسية للمدينتين عن المسيحيين. تقرير من فلسطين، ابقوا معنا. بيت لحم ومأدبة، ارتباط الروح بالجسد. في كل منهما ثمة بشارات ومعجزات، وعلى ضفتي النهر المقدس تجلت المعجزات وباح سفر الإيمان بكل مكنوناته. وقال بهذا الرباط الذي أذن لهذه التوأمة أن تكون وتتعالى فوق كافة الاعتبارات، حتى أن نوازع الغزاة ومطامعهم تلاشت أمام وحدة الرأي والموقف والمصير، وتواصلت أواصر الرباط حتى يومنا الحاضر، وستبقى واقعا معاشا ما دام الدهر وما دامت الحياة. مدينتان أيقونتان حفظتا عن ظهر قلب رواية السماء، من مأدبة إلى بيت لحم. تبدأ رحلة الحج المقدسة لدى إخوتنا المسيحيين، فيمجد الرب في عليائه من المغطس مطهر الأبدان من الخطايا، ومن جبل نيبو ليضيء المؤمنون شمعة في مهد عيسى عليه السلام، حيث انطلق النور من المغارة العتيقة للبشرية جمعاء. وليمتد هذا الرابط بين مدينتين، بل بين شعبين، وما أصلا توأمان منذ فجر التاريخ. مأدبة عريقة في صناعة الفسيفساء، حتى أن اسمها اقترن بهذا الفن الأسطوري الذي زين الكنائس والأديرة اليونانية واللاتينية والأرثوذكسية والأرمنية وغيرها في بيت لحم، وما زالت علامتها ظاهرة في معجزة الحليب والمهد، تروي رحلة العائلة المقدسة لتباهي مأدبة سائر المدن الأخرى أن في كنائسها أقدم خريطة أصلية من الفسيفساء للأرض المقدسة، وتشكل مدينة القدس مركزا لها. إذن ارتباط المدينتين صورة تحاكي واقع الشعبين الفلسطيني والأردني، حيث الدم الذي يسري في هذا الجسد الواحد يحمل رواية الله الخالدة منذ ما قبل التاريخ، وحتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.